ساعة ما قريت التشكيلة بتاعت برشلونة واختفي قلت هو الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده بينيل ايه؟ احنا مفترض ان احنا بنحاول نرجع الثقة للفرقة بعد ما الثقة بتاعتها انهارت في مباراة بايرن ميونخ، ولما ربنا كرمنا وكسبنا فيا ريال وسالتا فيجو قلنا يعني ها ودي قشرة كويسة نبدأ بيها الموسم ونتخطى بيها ويا ريت ان احنا نقويها شوية. لا اجي اتعادل مع تشيبيه قلت عادي ما عنديش اي مشكلة، عملوا مباراة كويسة قدام بايرن ميونخ في السوبر الاوروبي تمام، انما اجي اخش النهارده بلعب ختافي واغير في التشكيل تغييرات غريبه جدا. طب لا مؤاخذه يعني عايز تلعب ديست لعبه في مكانه ناحيه اليمين وارمي سيرجيو روبرتو على الدكه، ده المفترض انك ترميه بره النادي اساسا مش على الدكه بس، الكره طالعه بره بيجيبها هو جوه الهجمه يتحسب بيها ضربه جزاء نلبس بيها جون نتغلب المباراه تمام. سيبك من سيرجيو روبرتو، عايز تعمل روتيشن ارمي سيرجيو بوسكيتس على الدكه، لا انا هعمل روتيشن احط كوتينيو واحط انسو فاتي على الدكه. يخرب بيتك يخرب بيتك يا بعيد، دول الوحيدين اللي فيهم الرمق في الفرقه، كوتينيو بدا ان هو يقدم اوراق اعتماده، يعني مش لعيب جامد قوي واحنا محترفين بيه وطايرين بيه في السماء، لا ده احنا بنقول يا رب يثبت وجوده في برشلونه. اول ما الراجل يعني بدا ينطق تيجي تقعده دكه النهارده، اصل بحافظ عليه علشان خاطر دوري ابطال اوروبا، مش وقته والله ما وقته، احنا محتاجين دلوقتي نكسب لنا ماتشين ثلاثه اربعه ورا بعض علشان خاطر نجيب سكه ونحسن اللعيبه اللي هو يلا يا جماعه المكنه بدات تطلع قماشه اهي، ويلا يا جماعه في حماس جاي وفي حاجات حلوه جايه، الريال بتغلب قدام قادش اهو يا جماعه الموسم بدا يبقى كويس. لا 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 انا هرجع ديمبلي من الثلاجه واحط بدري مكان كوتينيو والعب بال 4 2 3 1 واحط انطوان جريزمان مهاجم. طب ليه يا عم الفقير كده؟ ليه العك وليه الحاجات الغريبه اللي انت بتعملها دي؟ واكتشف فجاه ان انا لما جريزمان سيء هنزل مكانه بريس وايت، ما قلنا لكم ام الفيلم الهندي ده من اول السنه، هنمشي سواريز نجيب بديل يرضي ربنا، انما لا 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 احنا عايزين ندي ثقه لجريزمان، ندي ثقه ايه يا جماعه؟ لعيب مش قماشه برشلونه، لعيب اول ما ضيع الانفراد راح كشوح، ايه ده الكوره مش ماشيه معايا، ليه ده في فرنسا بتجيلي بحطها تمام زي الجدو. يا جماعه لعيب ما ينفعش معانا خالص. هتقولي ميسي ما كانش في حالته، ميسي ميسي معروف انه بيكمل ام الموسم عشان خاطر يمشي السنه الجايه. عادي يعني ما فيش مشكله هنكسب الريال، ما هو الريال برضه بيخبط زينا يا ابني بالراحه بس انا عايز افهمك والله، انا عايز افهمك والله بجد. انا قلت المشكله من زمان مش في كومان، والمشكله في ان انت تغير مدرب من على الدكه، المشكله كلها في منظومه لعيبه محتاجه تتفور وتجيب لعيبه من اول وجديد. قال لك لا احنا هنطلع شباب من لاماسيا وهندمج الخبرات مع الشباب وهنعمل بوم في الدوري. بوم ايه يابا اللي تعمله في الدوري ده؟ لعيبه ما عندهاش حماس ولا ب2 جنيه وربع حماس، وعندك جيرارد بيكي لسه موجود وبنحاول نعمل روتيشن وبنحاول نريح لعيبه، بوسكيتس لسه موجود، سيرجيو روبرتو لسه موجود في الملعب، وانتوا بتعملوا روتيشن وعلى ذلك بتقولوا للناس ان احنا يا جماعه بنركز دوري ابطال، دوري ابطال ايه؟ هو المدير الفني ده شغال بدماغه هو ولا في حد مشغله بدماغه؟ ما فهمونا من بدايه الموسم كده، احنا بنقول يا رب نعدي الفتره دي على خير لحد ما بارتيمو ما يمشي ونشوف كومان مع الاداره الجديده هيكمل ولا مش هيكمل، والاداره الجديده هتجيب صفقات ولا مش هتجيب صفقات، ولا هتسيبنا في اللطينه اللي احنا فيها دي؟ لا 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 نروح نجيب ديست وهلعبه شمال. يا ولا يا ولا ابداع وامتاع وعبقريه، قال يعني لما نلعب كروستات على جريزمان هنلاقيه طلع جرو اللي جواه. والله العظيم الواحد تعب، والله العظيم الواحد تعب من الفرقه دي، والله الواحد تعب، والمشكله ان اللعيبه بدا يبقى عندها روح انهزاميه بنت 60 جزمه اللي هو ممكن نخسر خمسه سته عادي، اخسر قدام ختافي عادي، مع اني متعادل قدام اشبيليه وريال مدريد بيخسر الناحيه الثانيه، يلا يا جماعه بقى يعني نركب الدوري بنقطتين ثلاثه كده. مش عايزين ليه؟ ليه؟ ما تخليهم هم يكسبوا. عندنا منه كتير وجبنا منه كتير، هنكسب بالدوري ليه السنه دي؟ خلاص بقى يعني سيب اتلتيكو ياخدوه، سيب الريال ياخدوه، عندهم شويه لعيبه مش عايزين يتغيروا، ولا المدير الفني مقتنع ان هم بطلوا عالم كره القدم وبيحاول ان هو يرن عليهم تاني، سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، مش فاضيين احنا للكلام الفاضي ده. انا هنزل النهارده ضد ختافي هلبس جون من ضربه الجزاء، بعد الجون ما يجي اكتشف ان انا عندي عقم هجومي علشان خاطر الفرقه اللي جايه تلعب دوري سلاحف النينجا، الكره بتباص من هنا وديها هنا، باص من هنا وديها هنا، وباص من هنا وديها هنا، بعد كده تجيب ريك ابو اياد، ومش ده ريك اللي ما كانش عاجبكم اول الموسم وكنا اصل لعيب لا يمتلك قدرات بدنيه. يا ولاد الايه يا ولاد الايه، من كتر الازدواجيه هيجننوني والله، من كتر الازدواجيه والحاجات اللي هم بيقولوها عكس بعض هيجننوني، بس عادي ما عنديش اي مانع والله. انا عارف من قبل الموسم وقلت لك الكلام ده، قلت لك مضطرين نتحمل موسم مقرف لحد ما ربنا ما يكرمنا ونوصل شهر ثلاثه على خير، يعني بالوضع الحالي ده
ربنا يستر بصراحه. الوضع وضع مرزي. تعادلت قدام تشيلسي ما عندكش عندي مانع، انما اخسر قدام ختافي النهارده ليه؟ ليه 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 يا جماعه اللي بيحصل معانا ده؟ وليه لما نزل برسوايت لما الكره تخبط في المدافع تخبط في العارضه؟ طب نتعادل يا جماعه. لا يعني هيبقى لعيبه سيئه وما عندهاش روح ما عندهاش حماس، ومدرب بيعك وبيعمل حاجات غريبه، ولما في الاخر محتاج كوتينيو انزل يا كوتينيو. ديمبلي الثاني اللي راجع بيقول لك يا جماعه انا بعرف اوعد واحد على واحد يا جماعه، انا شغال زي الفل يا جماعه. الله العظيم الواحد خلاص، انا جبت اخر والله، جبت اخر من فوق على ماتشات برشلونه. الواحد خلاص يا جماعه من كتر، حتى لما بتفرج على الملخصات بحس ان بقلم ميسي والقرف اللي ميسي فيه. الله يكون في عونه على السنه اللي مكملها مع اللعيبه دي والله. بين الموضوع صعب وصعب جدا الواحد يتكلم على برشلونه تكتيكيا وفنيا. مش خسر حاجه لو عملت لايك والله العظيم، ثلاثه ما هتبقى انت وبرشلونه وكومان علينا والله كده كتير.